بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكل السادة الحضور وكل مقاماتكم السامية في برنامج إدارة النفايات الطبية Medical Waste Management، وهذا البرنامج سيكون ضمن سلسلة محاضراتنا وضمن سلسلة برنامجنا في السلامة في الرعاية الصحية Safety and Hygiene in Health. إن شاء الله نتمنى من خلال هذا البرنامج أنه نستفيد ونفيد بإذن الله تعالى، ونكون قادرين على فهمه وتطبيقه بإذن الله تعالى، وتكون هنالك مشاركة وتفاعل خلال القنوات الأخرى المخصصة عند فتح الفرصة إن شاء الله للنقاش. برنامج نقدر نقول أنه مهم جدا وشيق كالبرنامج السابق، نتمنى ذلك، وإن شاء الله نتمنى من خلاله الفائدة للجميع. أهداف برنامجنا، عايزين من خلال هذا البرنامج نرفع مستوى الوعي بالريسك والمخاطر المتعلقة بتدبير نفايات الرعاية الصحية. العديد من المخاطر اللي ممكن تكون في إطار تعاملنا مع هذه النفايات، كذلك تزويد المشاركين بمعلومات حول أساليب التدبير الجيد لهذه النفايات. أيضا دايرين من خلال هذا البرنامج نعزز ونطور سياستنا لكيفية التعامل مع النفايات الطبية، وكذلك نطور الأنظمة الخاصة بذلك، كذلك نبني أساليب إدارية. من خلال هذه الأساليب نقدر نتحكم في الظروف والمخاطر الخاصة النفايات الطبية، وكذلك تكون هنالك خطط واستراتيجيات لحل مشكلة النفايات وفق ما هو مطلوب ووفق المعايير. طيب، الهدف العام للبرنامج، عايزين من خلال هذا البرنامج كلنا نفهم ونطبق ونفهم مع بعض طرق ومعايير التحكم والمراقبة المناسبة للعمليات خاصة بإنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والغير خطرة، وكذلك التخلص منها بطرق آمنة، وتصنيف هذه النفايات وفقا للأنظمة والتشريعات الصحية والبيئية. مين المستهدف بهذا البرنامج؟ المستهدفون قيادات ومدراء المؤسسات العلاجية. يمكن ده شيء غريب إنه نحن مثلا نقول برنامج مثل هذا يستهدف قيادات ومدراء المؤسسات العلاجية، لا، أكيد لازم نستهدف من خلاله أصحاب المصلحة، ونستهدف من خلاله الموجودين في رأس الأقدام في المؤسسة، كذلك حتى يعني موجودين في الجهات التشريعية والقانونية تجاه هذه المعايير. برضو مهم جدا إنهم يعرفوا عن النفايات الطبية. فالتدام القيادة، التدام الإدارة مهمة جدا في إطار تحقيق أهداف هذه المنهجية وهذه المعايير. أيضا نستهدف من خلال هذا البرنامج كل صنع السياسات والخطط الصحية والفريق الطبي أنواعه، كذلك المختصين في السلامة في الرعاية الصحية وخبراء مكافحة العدوى في الصين مكافحة العدوى والعاملين في شركات معالجة النفايات، وكذلك المشرفين مشرفي النظافة بالمؤسسات العلاجية وكذلك العاملين فيها. طيب، محتوى برنامجنا ضمن هذا البرنامج إن شاء الله نتناول مفهوم النفايات الطبية وأنواع هذه المخلفات والأنشطة الخاصة بالنفايات، وكذلك المصادر الرئيسية لنفايات الرعاية الصحية وخواص الخطر لهذه النفايات، وكذلك خواص الخطر للمواد الكيميائية والمخاطر الصحية لهذه النفايات والمخلفات المعدية بالأمراض والتشريعات والاتفاقات الدولية والمبادئ، وأيضا المبادئ العامة لكيفية التعامل مع هذه المخلفات. أيضا ضمن محتوياتنا نتعرف على التوصيات الدولية لتدبير النفايات
ونتعرف على خطط تنفيذية عشان نقدر يعني نخطط لهذه المسائل بشكل جيد، خطط تنفيذية لتدبير نفايات الرعاية الصحية، وأيضا خيارات المعالجة والتخلص للنفايات الطبية. طيب، نبدأ بمقدمة. بالتأكيد لازم نعرف يعني شنو نفايات الرعاية الصحية، ولازم نفهم عن النفايات وأثرها ومخاطرها وكيفية التعامل معها ومعالجتها. طيب، النفايات الرعاية الصحية تعرف بأنها تلك النفايات الناتجة عن نشاط وأعمال مراكز الرعاية الصحية بشكل عام، والمختبرات ومراكز العيادات البيطرية، برضو بتشمل النفايات الناتجة عن الإجراءات العلاجية البسيطة اللي بتجرى في المنازل دي، حقن الأنسولين والغيار عن الحروق، وكذلك حالات الغسيل الكلوي وغيرها. يلا، معظم هذه النفايات من 75% ل 90% تعتبر نفايات غير خطر، أي بأنها مولد من نشاط وأعمال الأمور الإدارية والمطابخ والخدمة الفندقية في المؤسسات الصحية، وتعامل معاملة نفايات البلدية يومية. لكن ما ننسى أن هنالك نسبة بسيطة لكن خطرة جدا، تشكل النسبة الباقية 10% هي 25% نفايات، اللي هي 25% نفايات خطرة، دي بتؤثر سلبا على الصحة العامة وتؤثر على البيئة، على الرغم من أن النفايات خاصة بالرعاية الصحية المعدية الملوثة الخطرة تشكل النسبة الأقل من الكمية الإجمالية للنفايات الصحية، لكن لاحظوا أنها بتشكل خطر كبير جدا على الفرد والمجتمع مقارنة بحجمه بشكل عام. وبالتالي خلال إنتاج هذه النفايات وجمعها وتخزينها ونقلها والتخلص منها كلها فيها مخاطر، فبالتالي لابد من اتخاذ تدابير ووجود خطط واستراتيجيات. طيب، نفايات الرعاية الصحية تعرفت من مصادر، تم تعريفها من عدة مصادر بتفاصيل مختلفة أو بمنظور مختلف. إجمالي الناتج من مواقع إنتاج نفايات الرعاية الصحية الأساسية والمتفردة، هنا ركزوا على إنه كل الأشياء اللي بتنتج من الرعاية الصحية من خدمات الرعاية الصحية، كذلك عرفوها بأنها كل المخلفات الناتجة من أعمال الرعاية الصحية. وزي ما قلنا قبل شوية، نفايات الرعاية الصحية هنا من 75 ل 90% نفايات عامة شبيهة بالنفايات المنزلية، فيها ورق، فيها معارف أكياس، وفيها وفيها ال 25% هنا نفايات خطرة معدية سامة، وباعتبارها بتشكل خطر. إذن المخلفات الطبية هي المخلفات اللي تنتج عن مختلف الأنشطة الطبية في المشافي وخارجها بالمستشفيات، وتشمل على سبيل المثال كل أنواع الأنسجة البشرية والدم وسوائل الجسم اللي بيجب التخلص منها، والأدوات الحادة زي الإبر والمحاقد وغيرها. وكذلك ندخل معانا نصطهر معانا نفايات الأدوية والمنتجات الصيدلانية وكل المواد السام والألبسة والأجهزة اللي بيشتبه في احتواء على عوامل ممرضة ومعدية. إذن دي ممكن تكون يعني ده ممكن يكون مفهوم النفايات الخاصة بالرعاية الصحية. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه نحن المفترض نكرس جهدنا ويكون في مزيد من الاهتمام لمعالجة هذه النفايات؟ طيب، وفقا لبيان صادر من منظمة الصحة العالمية الأمم المتحدة WHO، تسببت أو هذه المعالجة والمعالجة غير سليمة لهذه النفايات الطبية زي الإبر والحقن الملوثة وغيرها، تسببت في الالتهابات التالية، تسببت بالأمراض المعدية التالية B و C،
تعبت قلبي، قال لي مليون إصابة، و بي مليون إصابة، و سي مليون إصابة. فهنا شوفوا الأرقام دي. طيب، وتقريبا في دراسات أخرى 2 مليون إصابة، وهنالك أكثر من 12 مليون إصابة. ده كان في عام 2000. طيب، إذا هنالك أرقام مثل هذه الأرقام، مثلا 21 ولا 12، المهم حسب نقول يا أخي 1000. طيب، أو نقول مثلا 10,000، أيا كان الإصابات دي تعتبر إصابات في البشرية، ونحن نقدم خدمات إنسانية في المقام الأول. فبالتالي خطواتنا، سياساتنا، إجراءاتنا زي ما تكون آمنة. كذلك فيروس نقص المناعة HIV 260 ألف إصابة، يعني دي كلها أرقام خطيرة جدا. طيب، هنا بتبين الأرقام الواردة على مدى أهمية ومعالجة النفايات الطبية وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية. بالتالي لازم نحن نعالج هذه النفايات الخطرة في أقرب مكان وفي الوقت المناسب في مكان نحتاجه، لأن مخاطر نقل هذه النفايات الخطر نقلها يعتبر خطر بشكل كبير جدا، وعوامل الخطر الكامنة في بعض المواد زي المواد المعدية، مثل المواد المعدية دي بتزيد بشكل يومي في مؤسساتنا العلاجية، يمكن في أشياء قاعدين نشوفها بشكل يوم أو شبه يومي. فبالتالي كيف نحن بنتعامل مع هذه النفايات الخطرة، وما هي التدابير المتخذة من إداراتنا، وكيف نحن نقدر نصف بيئتنا، وبالتالي كيف نحن بنقيم هذه الأرقام والإصابات من الفيروس دي وفيروس دي والملايين اللي بيصابوا بهذه الأمراض أو بهذه العدوى. طيب، هل هنالك خطط بتاع طوارئ وإنذار وخطط للتعامل مع هذه النفايات في مؤسساتنا العلاجية؟ هل هنالك إدارة مهتمة بهذا الجانب؟ هل هنالك اهتمام بخطر أو ب يعني الخطر اللي ممكن يكون كامن في هذه النفايات الطبية؟ كلها ممكن تكون تساؤلات. طيب، الغرض شنو من إدارة نفايات الرعاية الصحية وإدارة نفايات المستشفى؟ الغرض أولا عايزين نحد من خطر الأضرار اللي بتلحق العاملين في الرعاية الصحية والسكان والبيئة. لاحظوا هنا نحن تكلمنا كذلك عن السكان والبيئة. كذلك عايزين نحد من كمية هذه النفايات، كميات كبيرة وكميات ممكن تكون ضارة، وبالتالي دايرين نقلص كمية هذه النفايات بقدر الإمكان ومعالجتها والتعامل معها بشكل المطلوب، تجميع وفصل هذه النفايات. أيضا ضمن أغراضنا من إدارة النفايات إنشاء مواقع مناسبة لجمع النفايات في مواد في المرافق الطبية والمستشفيات، وهذا محتاج فريق عمل، محتاج تضافر جهود خاصة من الدولة، يعني بجهود من الدولة وبجهود من الهيئات الصحية والمنظمات الدولية. أيضا إنشاء مسار نقل سليم للنفايات في الموقع، كذلك استرداد النفايات لأقصى حد ممكن، نحاول نعالجها ونحاول نقلل بالشكل الممكن. طيب، أيضا هنالك سؤال، على عاتق من تقع هذه المسؤولية، مسؤولية إدارة النفايات الطبية والتعامل معها؟ بالتأكيد بتقع المسؤولية، مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها على جميع العاملين، وكذلك تقع على المرضى والزوار في المنشآت الصحية، يعني الكل يكون عامل حساب، الكل يكون واضع احتياطات. طيب، المسؤوليات مسؤوليات أساسية، مسؤوليات مباشرة، مسؤوليات فرعية،
فبالتالي الإدارة المفترض تلتزم بتوفير الموارد، الإدارة المفترض تحسن التطور، الإدارة المفترض تجيب موارد، توفر الموارد المطلوبة لإدارة هذه النفايات، وتدرب وتساعد على تحسين وتوفير هذه. إذا الجميع مسؤول من تطبيق هذه المعايير والإجراء والالتزام ضمن نطاق عمل المؤسسة، ولازم يكون هنالك برضو ما ننسى دور الدولة. الدولة يكون عندها ضمن المؤسسات التشريعية تكون عندها دليل فني مثلا لإدارة السلامة والصحة المهنية في مؤسسات علاجية. تكون هنالك مجالس مركزية وغير مركزية لاعتماد المؤسسات الصحية مثلا، وزارة الصحة المتمثلة في الاختصاصات الدقيقة داخل الوزارة والجهات الأخرى، ونكون عندنا آلية مثلا زي معايير، مثلا معايير وطنية زي معايير سفاهي تمام للمستشفيات في المملكة العربية السعودية، اللي هي المركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية مثلا. مثل هذه الجهات طبعا عندنا وزارة الصحة، وزارة الصحة عندها قطاعات مسؤولة من التدخل في هذه الإجراءات، وتكون هنالك سياسات زي ما شرحنا مسبقا وخطط. طيب، لكن فعالية هذه الخطط والسياسات وفعالية هذه المعايير دي النقطة المهمة. تكون في لجان مشتركة من الدولة ومن المؤسسات العلاجية ومن المختصين، تكون في مؤتمرات، تكون في كذلك مشاركة مع المنظمات الدولية زي منظمة الصحة العالمية، عشان تكون في إدارة آمنة لهذه النفايات. ولازم تكون في توصيات من الدولة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تمام، وتكون في أنظمة لإدارة هذه النفايات مع المشاركة مع دول في النطاق، مثلا دول مثلا على مستوى أفريقي، على مستوى دولي، وهكذا. إذن المسؤولية مسؤولية كبيرة، مسؤولية في نطاق المؤسسة، مسؤولية في نطاق الدولة، لخطورة هذا الموقف، لخطورة هذه التفاصيل. طيب، أنواع المخلفات الطبية، أكيد دايرين نعرف شنو هي أنواع هذه المخلفات. طيب، عندنا أولا مخلفات مشعة زي ما شايفين كده في العلامة، دي منتجات ملوثة بالمواد المشعة، في المواد التشخيصية المشعة، المواد اللي ممكن تكون في يعني فيها خطر إشعاعي داخل المؤسسات العلاجية. عندنا قسم الأشعة في المستشفيات، مثلا أقسام الكيموثيرابي في المؤسسات العلاجية مثلا، وهكذا. طيب، أيضا عندنا النفايات الصيدلانية أو المستحضرات الدوائية، دي فيها العقاقير واللقاحات المنتهية الصلاحية وغير المستعملة والملوثة، وكلها تشكل خطر. كذلك ثلاثة عندنا النفايات الكيميائية، نفايات كيميائية كل المواد الكيميائية، المذيبات اللي بتستعمل في التركيبات في المختبرات تمام، المواد المطهرة وكل المواد الكيميائية زي الفلزات الثقيلة وغيرها، دي كلها تعتبر شنو؟ مواد كيميائية خطر. أيضا عبوبات الغاز برضو تشكل برضو ضمن هذه النفايات، إذا حصل فيها تلف أو تم التخلص منها أو كذا أو كذا، غاز الأكسجين وغيره من الأشياء المتعلقة. أيضا عندنا المواد السامة، المواد السامة دي نفايات بالغة الخطورة، أيضا بتدخل فيها المخلفات الجينية، المخلفات المسرطنة، العقاقير السامة وغيرها، دي كلها، وبرضو العقاقير السامة اللي بتدخل في علاج هذه الأمراض، أمان الله وإياكم. فبالتالي كل هذه النفايات تعتبر نفايات خطر، المواد السامة دي يتم التعامل معها بحد. المخلفات الجينية
من المعاقد ومن المختبرات ومن الجهات البحثية وغيرها، من كلها تعتبر التعامل معها بحذر ووفق سياسات ووفق معايير محددة. أيضا عندنا المواد الحادة، شاخص المواد الحادة أو الأجسام الحادة زي المحاقن والإبر والمشعر، كل الشفرات اللي بتستعمل في المؤسسات العلاجية إذا تستعمل مرة واحدة، اللي بتستعمل مرة واحدة طبعا كلها تعتبر شنو؟ خطر. يعني أي نوع من المحاقن والإبر والمشارط والشفرات تعتبر شنو؟ خطر. طيب أيضا أعضاء جسم الإنسان، دي في مصادرها بيسموها المخلفات الباثولوجية. طيب دي زي الأنسجة والأعضاء أو السوائل البشرية، أجزاء الجسم يعني، تمام. وكذلك يعني الجزء من أعضاء الجسم، تمام، والملوثة واللي بيتم التخلص منها أو اللي بيتم يعني استئصاله وكذا. كذلك نفايات معدية، النفايات المعدية دي طبعا ناقلة للعدوى، مخلفات ملوثة بالدم سوائل الجسم، مخلفات ناتجة من عينات التشخيص، تمام، في المزارع مثلا الطبية، وبرضه في مخزونات لكل العوامل المعدية في المؤسسات العلاجية اللي بتخلفها زي أعمال المختبرات، وبرضه عندنا زي مخلفات المشارع و مثلا المختبرات اللي بتجري يعني اختبارات للحيوانات المصابة بالعدوى، دي برضو بتشكل خطر ناتج من أعمال المختبرات دي، أو مخلفات المرضى في أجنحة العزل وكده برضو ممكن نضع معان، تمام. وكذلك كل المستلزمات زي الضمادات والمعدات الطبية ويعني الشاش والأشياء دي كذلك. فبالتالي هذه النفايات بأنواع لازم نحن نتعرف عليها ونكون دقيقين في التعامل معها، ولازم يتم تصنيفها ومعالجتها واتخاذ التدابير اللازمة. إن شاء الله جايين للتفاصيل لكن بإذن الله تعالى كيفية التعامل مع هذه النفايات. طيب لابد أن تكون هنالك آلية، يعني عايزين مثلا هذه النفايات يكون فيها كود ويكون فيها رمز ومؤشر لأنه هذه النفايات خطر. يعني مثلا لو جينا نرمز زي ما شايفين في الشكل هنا، نقول مثلا نوع النفايات، نفاية مثلا معدية وخطر زي ما ذكرنا قبل شوية، مثلا نفايات معدية، نفايات مشعة، نفايات صيدلانية مثلا وهكذا. عندنا هنا الرمز أو الإشارة بيكون طبعا في العبوات إذا كانت أكياس أو حاويات، عندنا لون الكيس أو الحاوية. طيب معدية أو خطرة هنا باللون الأصفر يكون فيها علامة الخطر الحيوي بهذا الشكل. كذلك نوع النفاية عندنا قابل لإعادة التدوير بهذه العلامة أو الإشارة أو الرمز، تمام، ممكن تأخذ اللون الأسود، تمام، خطرة وغير معدية، تمام، خطرة لكن غير معدية، تأخذ هذا الشكل، ممكن يكون في اللون الأحمر. والمواد المضادة لنمو السرطان في المراكز البحثية والمختبرات بهذه العلامة، يعني اللون شبه بنفسجي ده والبنفسجي تقريبا، تمام، وتشار لها بهذه الألوان بالعلامة. كذلك المشعة بهذه العلامة تأخذ لون أطر الأحمر، والرمز أو الإشارة يكون بهذا الشكل، بهذا الرمز أو هذه الإشارة. لون الكيس أو الحاوية يكون باللون الأحمر ويكون عليها هذا الرمز. طيب هذا يعطينا مؤشر وعلامة بحيث أن هنالك عامل خطر، بحيث أن هنالك شيء خطر داخل هذه النبوة.
طيب، وجود هذه المواد الخطرة إذا كانت مشعة أو إذا كانت معدية أو كذا كذا، لازم تكون في المكان الصحيح. ما أي حد يصل لهذه النفايات، وما أي حد يتعامل مع هذه النفايات، وما أي حد يجي يلمس هذه النفايات. طيب، أنشطة الرعاية الصحية لهذه النفايات شنو هي؟ ممكن تكون هذه الأنشطة. الأنشطة ممكن تكون المعالجة، والمعالجة دي عشان إحنا نقلص حجم هذه النفايات ونزيل كل المخاطر فيها، تمام، بطرق وأساليب معالجة معينة. فبالتالي معالجة هذه النفايات عايزين نقلص حجمها ونزيل مكان من الخطر فيها، وحنشوف الآلية إن شاء الله لاحقا. برضو من أنشطة الرعاية الصحية التابعة للنفايات الطبية التشخيص. من خلال التشخيص عايزين نحدد ونحلل ونقيم هذه النفايات، إذا كانت خطرة، إذا كانت مشعة، إذا كانت نفايات صيدلانية، وإذا كانت كيميائية أو سامة وغيرها. أيضا التخفيف من المخاطر، طبعا لازم يكون عندنا إجراءات إدارية وإجراءات طبية وإجراءات احترازية وتدريب وسياسات للتخفيف من المخاطر وإزالة هذه المخاطر. أيضا ضمن أنشطتنا الوقاية من الأمراض، البريفنشن، وده جانب مهم جدا يا إخوان، والوقاية خير من العلاج. هنا عايزين نقي أنفسنا، كل الناس اللي داخل المؤسسة العلاجية، من كوادر طبية، من مرضى، من عاملين، من إداريين، من زوار، من مقاولين، من كل الناس الموجودين، نقيهم من العدوى والأمراض اللي ممكن تيجي من هذه النفايات. أيضا من ضمن أنشطتنا تكون هنالك أبحاث، بحوث في هذا الجانب، وتقارير تصل للجهات البحثية والجهات الدولية اللي من خلالها بتسن قوانين وتساهم في إزالة الخطر، وبالتالي تبادل المعرفة في التدابير الحديثة والمواكبة المستجدة في إدارة النفايات. كل مرة تجي آلية، تجي خطوة أو مراحل سياسات بتاع التغيير للتعامل مع هذه النفايات وفق ما هو مطلوب، وكل مرة استخدام التكنولوجيا هذه المعايير أو هذا التعامل بيكون سهل وبيكون فعال وبيكون مع وجود الأجهزة، وجود الماكينات، وجود المعالجات الدقيقة والسريعة والسهلة. فبالتالي نتابع البحوث، نشارك في البحوث، نشارك في السياسات والمعايير. مثلا الوباء اللي حصل في 2019 كوفيد 19 كان له يعني الدور الكبير في تفشي العدوى، وكان له يعني كان شكل خطر كبير. فبالتالي أعمالنا فعلت مراكز الأبحاث في ابتكار عقاقير وللتعامل مع مثل هذا النوع من الخطر، والتعامل مع العدوى والتثقيف الصحي وتعزيز الصحة، الهيلث اديوكيشن اند بروموشن. وما كانت يعني مدى ساعدت التدابير في التعامل مع العدوى وتخفيف الأثر. فبالتالي لازم يكون لدى المؤسسات الصحية دور في التحسين وفي التطوير وفي التعامل مع النفايات وفق ما هو مطلوب. طيب، كيف بتتعامل الشركات والجهات المختصة مع النفايات الطبية؟ أكيد لها أسس ولها معايير. الجهات المختصة تتعامل بهذه الآليات، الإدارة والجمع والنقل والمعالجة والتخلص، ومثل هذه الآليات لاحقا برضو ندخل فيها بالتفصيل إن شاء الله. طيب، الإدارة هنا الجهات دي بيتم من خلالها فرز النفايات وتصنيفها بحسب النوع ومستوى الخطورة، ودي نقطة مهمة جدا زي ما شايفين في الصورة هنا. إحنا هنصنفها، هنفرزها بحسب نوع الخطورة. يعني
مثلا الحقن والمشارط والأشياء دي ما حتكون موجودة مع الشاش مثلا ومع بقية الحياة زي الورق وهكذا. طيب نصنفها بوجود، أولا بوجود سلات مهملات خاصة بألوان وبرموز وبإشارات وبكلام مكتوب واضح، تمام، لكن ما بعد ما يتم خلط عناجين الفجزة داخل هذه الحبوات، لا أبدا، يتم فردها من البداية. من البداية بنوفر سلات مهملات خاصة ومرمزة ومبين عليها بالشكل زي ما ذكرنا قبل شوي. يتم كذلك تجميع هذه النفايات بعد فرزها، بعد ما نفرزها بنجمعها، تمام، في مواقع مخصصة، وهذه المواقع تكون معزولة، تمام، نعزل المواد المشعة والمواد اللي ممكن تكون عالية الخطورة. أيضا النقل، هنا ننقل هذه النفايات لمواقع المعالجة من خلال جهات ومن خلال أسطول بتاع أو جهة عربات مخصصة، تمام. الشركات مثلا بتستخدم عربات مزودة بتقنيات وتكون مبردة وهكذا. المعالجة، معالجة النفايات لتقليص حجمها وإزالة مكامن الخطورة فيها، والتخلص، هنا الشركات بتتخلص من النفايات اللي تمت معالجتها في الخطوة اللي قبلها، كباقي النفايات البريدية، يعني بعد معالجة الكيم، هنا قلصوها وعالجوها بطرق معينة، نشوف الآليات إن شاء الله لاحقا. طيب، فبالتالي هل هذه الطرق صعبة على المؤسسات العلاجية؟ هل هذه الطرق بتشكل تحدي للمؤسسات العلاجية؟ ما مدى تدريب العاملين في المؤسسات العلاجية للتعامل مثل هذه التدابير؟ طيب، نعرف كذلك ضمن هذه المتطلبات على المصادر الرئيسية لنفايات الريح الصحية، في مصادر لهذه النفايات عندنا المستشفيات، ممكن يكون فيها كثير من النفايات، وإذا كانت خطرة، إذا كانت مشعة، إذا كانت سامة وصيدلانية وغيره. عندنا العيادات والمستوصفات، كذلك المختبرات، كذلك المراكز البحثية، مراكز الأبحاث الطبية، بنوك الدم، مراكز التشريح، ومستودعات الجثث. طيب، إذن دي مصادر لهذه النفايات، فبالتالي تركيز الجهات التشريعية ذات الصلة والمنظمات الدولية العامة في النطاق لازم تضع تدابير لهذه المؤسسات، وتكون هنالك إدارة جيدة للنفايات. السؤال اللي بيطرح نفسه، شنو هو الخطر؟ ما هي الخطر؟ ما هو الخطر؟ وإذا حد من الأفراد من العاملين مصاب، كيف هنتعامل معه؟ شنو هو حجم الضرر؟ وتحديد مدى شدة هذا الضرر. إذا المخاطر حتكون جسيمة، والمخاطر حتكون معنوية، والمخاطر حتكون جسدية، والمخاطر حتكون يعني تشكل مخاطر سمعة ومشاكل، مخاطر عدم إنجاز، ومخاطر أخرى لتخوف العاملين وهكذا. طيب، الخلاص الخطر للنفايات، نفايات الرعاية الصحية بشكل عام، إنها تحتوي على عناصر معدية. طيب، هل نحن بننتبه لهذا الجانب؟ سميت هذه الخلايا، هذه النفايات، أيضا من خواصها إنها بتحمي مئويات خطرة أو صيدلانية، وممكن تكون مشعة، وإنها بتحتوي على معدات جراحية وأدوات حادة. كل هذا يجعلنا إن نضع تدابير احترازية احتياطية كافية وصارمة، حيث لا تسمح بالتجاوز، حيث لا تسمح بأي استثناء لأي جهة مهما كان. أيضا لازم نعرف الخواص والخطر لهذه المواد الكيميائية. نحن ذكرنا
في مواد سامة، مواد كيميائية، مواد كذا. المواد الكيميائية طبعا بتتميز بأنها سامة، ممكن تكون سامة، ممكن تكون آكلة للجلد، ممكن تكون قابلة للاشتعال، ممكن تكون متفجرة، ممكن تكون تتفاعل مع عناصر أخرى، تمام، ممكن تكون حساسة للصدمات و تمام، وممكن تكون يعني مخاطر أخرى لهذه المواد الكيميائية، تصيبك بأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من المخاطر. في المعدة الكيميائية إذا بتلاحظوا في عبواتك تكون فيها تحذير ومخاطر وموضح فيها يعني من خلال الجهات المسنة عليها، فبالتالي كيف نحن بنشتري هذه المواد وكيف بنخزنها وكيف يتم نقلها وتداولها، وكل هذه تحتاج لي يعني تدابير كافية. طيب، هل هنالك مخاطر صحية؟ أكيد، زي ما ذكرنا قبل شوية، كذلك العدوى بمرض مثل الـ HIV والهيباتيتس بأنواع PUC والعدوى وأمراض الريسبيراتوري ديزيز وكذلك الالتهابات الجلدية والتأثيرات للمواد المشعة والتسمم، كلها تعتبر آثار صحية على العاملين وعلى الأفراد داخل المؤسسة، الزوار والمرضى وكذا. مين المعرض للخطر؟ أكيد الجميع معرض للخطر إذا هذه النفايات ما بيتم التعامل معها بالصورة السليمة. الفريق الطبي، المرضى، فريق الطب المساند، كل العاملين في جمع النفايات، عامة الجمهور اللي داخلين فيها، الزوار داخلين فيها، كل الناس اللي بيجوا وبيطلعوا بيمشوا من المؤسسات العلاجية. فبالتالي الفريق الطبي حيتلقى تدريب كافي واحتياطات كافية. المرضى من خلال البيانات ومن خلال التحريرات ومن خلال توعية العاملين في المؤسسة العلاجية ومن خلال تصميم المنشأة ومن خلال سلوك العاملين في المنشأة ومن خلال نظافة هذه المنشأة الصحية، هياخدوا مواد كافية وهيقدروا يتقيدوا بسلوك التنظيم، يتقيدوا بهذه المعايير. الفريق الطبي المساعد، الفريق الطبي اللي ممكن يكون مثلا بيجو اون كول او كذا او كذا، ديل برضو اخوانا لازم يكونوا عارفين ان في هذه المؤسسات العلاجيه في يعني في معايير. كذلك الفريق الطبي المؤقت اللي بيجو لفتره مؤقته اللي هي غرض معين، برضو لازم يتم تنبيههم ويتم ذلك توجيههم للتعامل مع هذه النفايات، وإنه نحن عندنا سياسات كذا كذا كذا. طيب، فبالتالي من إن نضع هذه السياسات نصب أعيننا وتكون هنالك معايير واضحة للأفراد الالتزام بها، وتكون هنالك تنسيق كافي مع الجهات ذات الصلة. طبعا في المؤسسة العلاجية زي ما قلنا هي مؤسسات الرعاية الصحية معقدة، التنسيق بين الأدوار ده جانب مهم جدا عشان نقدر نتعامل مع هذه المخاطر. تنسيق مثلا ما بين أقسام التمريض وأقسام المعامل وأقسام طب الوقاية، مكافحة العدوى، الجودة، التغذية، الأشعة. طيب، هذا التنسيق لازم يكون مخطط له، كذلك دور كل قسم لازم يكون واضح من خلال يعني تدريب منسقين يربطوا ما بين قسم، مثلا الأقسام المعنية إذا كانت أشعة ومختبرات، وقسم السلامة والمكافحة العدوى والجودة وطب الوقاية، يربطوا بين هذه الأقسام، يتم التنسيق ما بين الأدوار، وتكون هنالك كل مرة متابعة، ويكون هنالك محاور
قياس التقدم أو تكون هناك تدابير لقياس التقدم في التعامل مع هذه النفايات، وتكون هناك يعني مثلا زي حاجة كده زي جوائز أو حاجة كده زي مكافأة وثناء وشكر الجهات اللي بتهتم. وأهم حاجة يا إخواننا ربط المعنيين بالفائدة، ربط المعنيين بالمخاطر، ربط المعنيين بالطريقة السهلة والطريقة اللي ممكن تكون ما مقيدة. بمعنى شنو؟ العاملين يا إخوان عموما احنا بنقول العاملين للكل، العاملين إذا حسوا بأنه في تقييد، في جمود للسياسات والإجراءات، في تقييد لإنفاذ برامج، ممكن تكون هنالك سلوكيات تتنافى مع هذه المعايير، فبالتالي نحن نسهل الإجراءات. ده ما معناه يكون في تجاوز ولا يكون في استثناء ولا يكون في مثلا استثناء جزء معين أو وحدة معينة أو لا، إحنا عايزين نخلي إنه في صرامة لكن بطريقة ذكية، يكون في حسب لأي يعني مخالفات بطريقة ذكية، يكون في توعية بطريقة تتناسب مع حجم ونوع المعرفة. يعني مثلا العاملين البساط اللي بيشتغلوا في النظافة وكذا وكذا دي، إحنا نرفع مستوى وعيهم بطريقة معلومات مبسطة، والوصول في مكان العمل، الوصول نصلهم في مكان العمل وهم لاصقين بالأنشطة وهم من الناس اللي بيساعدوا في نقل العدوى، فبالتالي الأساسيين لازم إن إحنا يتم التخطيط تجاه أنشطة. نتمنى تكون استفدتوا من هذه المحاضرة، إن شاء الله عندنا محاضرات أخرى من خلالها نتعرف على كيفية التدابير وكيفية السياسات والإجراءات العمل وخطط استراتيجيات بإذن الله تعالى، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم.